رجعنا من جديد في سبور ميكس، الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم مع ضيوفنا علي الكعبي، حسن الغربي، منجب ابراهيم، وايضا ذاكر الويتي. ايضا بالتليفون معنا ضيف اخر، السيد منير راشد، المدرب السابق للاتحاد تطاوين. نحكي معاه على اسباب القطيعه اللي صارت مع الفريق. سي منير، اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. شنو الامور؟ والله الحمد لله، الحمد لله. انا كنت قبل مباراه نادي افريقي ديجا انا كلمت الاداره، كلمت معنا اساسا اللي معنا في اخر مباراه مهما كانت النتيجه، لان الظروف كانت صعيبه برشا على مستوى تسيير المجموعه، على المستوى المالي والاداري كانت صعيبه برشا اكثر ما كنت اتصور. هذا ما عنده حتى دخل تقريبا اكيد في النتائج. نتائج الاولاد قدموا كل ما لديهم، انا كل ما عليهم خاصه في التمارين، رغم الظروف الصعيبه ما كانش ما صارت لنا حتى اشكاليه، وهذا يحسب الاولاد اللي يعيشوا في ظروف صعيبه برشا. لكن تكنيكمون براتيكمون ليكيب التطوير ناقصه برسك، انا جوار دون شاكليني طورنا المجموعه. انا بالنسبه لي ديما ما يهمنيش معناها برشا برشا رغم النتائج، من هي كل شيء، لكن اللي يهمني هو تطوير المجموعه ونحاول نحسن النتائج. المجموعه تطورت لكن النتائج ما تبعتش، لهذه الظروف اخرى فهمني. افضل مباراه لعبناها مع العمران لكن النتيجه كانت ثقيله جدا، رغم ان والمريت بيان سير للتاكون تاع العمران اللي استغلوا الاخطاء نتاعنا، لكن كانت جمله من الاخطاء، كانت الدوميناسيون براتيكمون نتاعنا انا بالنسبه كبيره برشا، لكن اي خطا تجينا الكره في الشبكه، دونك تعبنا برشا في النقطه هذه فهمت. دونك قررت باش ننسحب، باش ممكن ياسر ما تصيرش رجال الفريق تيش حاجه اخرى، لكن هذا هو السبب الرئيسي. بعد المباراه بالضبط اتحاد تطوير والاداره والرئيس رفضوا ان يستقيل او ان ديكلاري وقت، علاش ما ديكلاريش انا في ليماس ميديا الكل اني انسحبت، لكن تفاجات بعد بيوم انا اتصلوا بيا قالوا لي راهو كذا وكذا، قلت لهم والله وانا ديجا حاضر من الموضوع. سي منير، معناتها انت عندك فكره على الظروف قبل ما تمشي؟ ديجا كنت معنا في البلاتو وحكينا على الظروف اللي خلات حتى المدرب اللي قبلك معناها ما يخدمش في ظروف باهيه، معناها مش كاين انك رميت المنديل فيسع، معناها قول كي قلت يا درجه نفسيه واحده، ما فما خدمه نتاع مدرب في 9 ماتشات ما تظهرش معناها خدمه مدرب. صحيح، اولا ما كنتش نعرف الظروف الدرجه هذيك، مش لازم نحكي ولا العديد من الواحد ما كنتش بلي فيما يخص الظروف. سي منير انا عندي معلومه، انا عارف تقول لي انت صحيحه ولا غلطه، من اول نهار حتى خذيت به فيه الكرهبه نتاعك، الكرهبه اللي عطاوها لك معناتها مكريه وقفت بيك، معناها مش خالصه، هذا صحيح ولا ايه؟ يعني كواليس ما كنتش نحب نطرق لها انا ايه، معناها من اول نهار عندك فكره على الظروف اللي كانت سيئه جدا في الفريق، معناها ايش حبيت نقول لك؟ انا في اقصى الحالات نهز كرهبتي نولي، مش مشكله حتى كرهبه، لكن ظروف اللاعبين هي اهم شيء، لان المردود نتاع اللاعبين اثناء التمارين كان مميز، لكن التركيز نتاعهم الصعيب باش في اثناء الاسبوع اليوم المباراه، ولا ثم لاعب يفكر في حاجه في الفلوس ولا يفكر في حاجه، وماذا به ينقذ الفريق وماذا به، خاصه انا فهمتهم انا نفسانين اللي مصلحتهم راه في النتائج الايجابيه، لان النتائج الايجابيه هي اللي تجيب لك الببليك، حتى اذا كان ما فماش معناها على المستوى المالي معناها تسيير، لكن ينجم يكون يتحركوا الاحباء بالريزلتا هذه في تونس كامله في العالم ككل، انا عندي النتيجه هي اللي تغير كل شيء. لا انا امنت هذاك وامنت وربحت، انا عمري ما نخسر حتى التجربه نتاعي هذه تاع شهر واسبوع، عمري ما نخسر في الموضوع حتى رغم الهزائم، انا ربحت، عرفت اللاعبيه، عرفت اللي سما كيلك جوغ بامكانهم ان يلعبوا ويمشيوا البعيد، انا المجموعه اللي عندي معناها نسبه كبيره فيهم صغار برشا، كيف الاجنبي لاعب مميز كوسط ميدان دفاعي معناها ينجم يمشي البعيد، تعرفت على برشا حاجه، تعرفت ايضا على اتحاد تطاوين اللي كنتش نعرفها رغم ان جاره معناها 100 كيلومتر ما بيناتنا، لكن ما كنتش نعرف معناها جوا تطاوين، تعرفت على رجال في اتحاد تطاوين في الاداره فهمني، وثم اللي معناها تعرفت شكون قايم بواجب وشكون مش قايم بواجب، وعرفت برشا اشياء معناها هي تهمك معناها حتى في غدوه لك انت معناها. بذكر الوقت حبيت تفاعل معك. سي منير مرحبا. لاباس عليك خويا. خويا ساعه نتشرفوا بالمكالمه نتاعك، لأن لا 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 حقيقة هذا يعرفني إسلام غير مجاملات، قبل ما نسألك سؤالات باش نعطيك حقك، لأن من المربين الفاضلين، من الناس المتربية كفني زاد من الأحسن معنا في تونس، لكن يمكن الظروف في الكارير بتاعك يمكن ما مشيتش مليح، لكن من عندنا من الأحسن المدربين. أنت قلت توا سي منير
انا انا التيميق نشوفه غالط اللي تونس كامله تعرف الجمعيات وتعرف المشكل التطوين وبرشا نوادي ماديه اكثر حاجه ماليه معناتها فما الظاهر البر المالي والداخل هو الفني. انا مثلا ما نحب السيمونير اللي ريفيرونس بالنسبه لنا احنا في كره القدم التونسيه يدخل فيسع ويخرج فيسع كلك سوا اللي كنتي كلك سوا اللي كنتي ولا حتى للراي العام. انا كي نقول نبدا نتابع كره القدم سيمونير علي انا نسال علاش عندي زوج سؤالات في سؤال علاش دخلت وعلاش خرجت. انا نجاوبك الدخله نتاعك جاوبو انت لا 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 باش نجاوبو لا باش نجاوبو لا لا باش نجاوبو مش باش نجاوبو سؤال هو مازال يمكن انا التعبير غلط. الدخله دخلت بحكم كما قلت انت ديفي وما تخافش وهذا وفريق معناتها في الجهه نتاعك وقريب حتى للسكن والدنيا كل والعائله فيه فيه ما يعني نجاوب في بلاصتك ضحكوا عليا ما انا قاعد نجاوب. هذا نعرف لكن قلت كل ايه انت في وسط الحديث نتاعك ممتاز واللي نعرفه فيه كان اللي قلت بدينا بالرغم الظروف الكاليتي ديور كنت محبيش تقولها النومبر موجود بزايد لكن الكاليتي مش موجود قلت بدينا نعمله نحطه في في بصمه في الملعب وبدينا نلعبه تصير اغلى عليه الحلمه هذه ما كملت فيها رغم اللي نعرف فما برشا ظروف كويزينا نتاعنا ما جابش تقولها اللي هي قاهره بها تم معنى الكلمه في تطاوين وفي برشا نوادي وما نحبش نتكلم انت انا نعرف حتى انا خاطر في الدومين ونعرف ساعات ما جوار ما قاش باش يروح ينجم القرد ماتيريال اللي مدلو 20000 مكتوب نعرف هذه في ليكيب سينيور في الاحتراف. خالي يجاوبك. لا الخروج نتاعي من الاتحاد التطويني في الفتره الاخيره من البارح رئيس النادي هو اللي اتصل بي انا وقت اقترحت عليهم اني انسحب رفضوا نعرف انا قبل الماتش فهمني وبعد الماتش وقت عدينا معنا امام نادي افريقيا عملنا مباراه جيده وجيده جدا مقارنه بكل شيء لكن وقت تشد الكوره مع نادي افريقي وتطيح لك معنا اربع وخمس فرص بين الشوط الاول والشوط الثاني سي تفاصيل ان جرون كلوب معناها تحب تكره اللي يلعب من اجل البطوله. وانا كنت شد فيها على اساس ان معناها علاش خاطر ثم ظروف كما حكيت لك مش لازم نحكي فيهم ما نحبش كل جمعيه عندها اسرارها ونحترم اسرار الجمعيات الكل. قررت اني انسحب ما خلونيش باش ننسحب قالوا لي لا خلي الامر يستراح ومش معقول اليوم عملنا روندمون باهي ولا غالب ما فماش كذا فهمني. تفاجات ان انا البارح في قلت البارح في الليل انا اتصل بي الرئيس وقال لي كوتش مران دي تخوا وتعرف شكون باش تجي فيه في الاخر وكذا واحد قلت له دونك انا حاضر بطبيعتي فهمني لكن انا ماشي اكثر في التحدي لان الدياجنوستيك الصحيح عندي انا تو الاتحاد التطوير انا ما نحكيش على المستوى المالي جمله رغم انها ظروف صعبه وصعبه جدا لكن الاولاد معناها ما شاء الله عندهم فولونتي غير عاديه حاملين تصور معناها إيه بارفوا نخدموا معناها في السيونس بيك يجيوك ناس معناها مش فاتره مش كذا فهمتني يحكيوا لي الا من بعد يحكيوا لي معناها فهمتني ما يحبوش يحكيوا لي من الاول باش يخدموا فهمتني. عندنا بعض الغياب زياد العنلي ومحمد العسكري خاصه خارج الميدان سبب لنا في مشكله لان زوج ولات عندهم اكسبيرونس كان نجم يعاونوني برشا على الاقل ماتش قفصه في قفصه اللي كان تقريبا معناها مع الميريت نتاع قفصه لكن من اسهل المباريات لان تحتنا عدد فرص نتاع اكسبيرونس نتاع ناس معناها تكمل لاكسيون وكاهو فهمني صعب انك باش تسكاني من لعبيتك انا ديما نقول معناها باش تسكانيهم لعبيتك دون زان موا باش عارف ثم ديزاتاكون يطيحوا نورجو انت ما تعرفهمش فور اكزومبل فهمني ثم باش توظف اللاعبين مع بعضهم صعيبه فهمني. انا كملت خليت ليكيب ما بدلتهاش برشا مي انا اون ديفلوبي ليكيب براتيكمون حتى في البوان انديفيديوال كيما نزير وكيما معناها جزمير وكيما وحيد وكيما العديد من اللاعبين تقدموا كيما كايتا كيما ضيوف مازال يستنى في نتيجه ضيوف لاعب انا جيد جدا انا لاعب اجنبي لكن مازال ما تحكيش الفرصه باش نشاركوا في المجموعه فهمني ثم برشا خدمه انا علاش قلت لك ديما ما قلقنيش صحيح ما حبيت نفرح الاتحاد الطويل حبيت نفرح جماهير الاتحاد الطويل حبيت نقله نوعيه فهمني لكن كما تعرف انا مشيت المستقبل جاي بس ناقصه نقطه تطيح عملنا سبعة ماتشات ربحنا سته وتعادلنا مباراه فهمني مشيت كيف قرقنا كيف وقت كيف رجعنا في الواحد ووصلنا ملا نلعبوا ميليو تابلو اكثر حبيت نعاود نفس التجربه بنفس التحدي سيمونير وترجي جرجيس هذا عندك بصمه فازت اكيد اكيد بيان سور سوف كو لو سيستيم كي لامبوزي سي انيس ونجح فيه خاطر احنا في الجرجيس ما نلعبوش من ثلاثه خمسه سنين وانا من 79 انا دخلت الجمعيه عمرنا ما لعبنا 352 مي سي انيس معناها اضاف هذا معناها اضافه وفرضها ونجح فيها فهمني فهمي احنا ما عندناش سي منير او سي علي الكعبي اذا حبيت تتفاعل معك مرحبا منير شحوال مرحبا بك
انا ما شفتكش تراني، ما شفت جامعتك تلعب، انا عارف شفت افكارك بصراحه عجبت بها في من الماتش باراج نتاع مع زرزيز تفكر. عندك العياري هارون وجرتيلا ويونس وناصر وولدك راشد ولد هارون ولده هارون يعني شفت جمعية بصراحة يونس راشد واللي عجبني هو لا لا أفكارك الهجومية بصراحة تمام، مش نرمي لك في الأرض، هذه حقيقة. نفس الشيء شفته مع قرقنا وراو مع ترجي في الكوب. بالنسبة لي أنا المشاكل قلت أنت مش مهم الفلوس، بالعكس أخويا راشد المشكل الكبير في النوادي متاعنا خصوصي في الجنوب والأكثرية زادة هو مادي، والحاجة الأخرى اللي هما ما حطوش يديهم على الداء النوادي هذي. كيفاش تقول لي أخويا راشد هو لي سياسة متاعهم كل عام يجيبوا بالعشرين ملاعبي، باهي انا نجيب العام الاول ما طلعت كي تطاوين ولا كانت بنقردان وكل شيء، لكن اون باراليل خويا منير نخدم الفون تاعي. الفون هو شنو هو؟ نخدم الساس نتاع الجمعيه، نخدم اللوطة كيما عملت باجا. فكر باجا بعد ما طاحت العوام عندها تو قداش من عام، اش عملت؟ خدمة ولا تخدمت الفوق سيفري وجابت ريكروتمون باهين، لكن خدمة اللوطة بكيفية مهمة. هذا أنا نحب أترافيرك أنت الجمعيات هذه اللي إمكانيات المادية مش كبيرة برشا تخدم الترافاي دو فون، تخدم اللوطة أخويا منير، هذه تكون من أدوارك أنت كمربي وكمدرب كبير ولاعب كبير كنت في الترجي وفي زرزيس. يعني مفروض تطوين تجيب مدرب كفو كيفك أنت، تجيب معاه مدير فني وتخدم اللوطة وعندها كفاءات في تطاوين وخدي كبيرة برشا. اظهر لي الداء نتاع جمعيتنا في المشكل هذا اخويا منير. هو القصد المادي مهوش مشكلة، القصد المادي ان الملاعب ينهار يهبط ما عادش يفكر في الفلوس، لكن الماديات اثرت على اتحاد تطاوين في بداية الموسم وقت ثم ثمانية غادروا الفريق لان ما همش خالصين، دونك اعطاهم ريزيلياسيون باش يصحولوا في اللي هما منها خالصين معاه، فهمني؟ ثمانية تيتولير سترو بشاربوا مديون اعطيني 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 ريزيلاسيون تاعي ومسامحك بالفلوس خاطر الملاعب عنده كونترا. هذوما سبعه وثمانيه حالات في اتحاد تطاوين وثمانيه دي جرون تيتولير منهم خلفه اللي معنا تو في ترجي الرجيس وخلفه اللي في ستاد تونيزيان والتعملاول، فهمني؟ العديد من اللاعبين الهادي والكوني وثم لاعبين اخرين زاد اجانب، مشى واحد مشى للسي اس اس واحد مشى، فهمني؟ لي تيتولير هذوما دي جرون تيتولير غادي وقتها ثم فابيان ويلين مشى للسي اس اس فوالا، ثم مشاكل نتاع نتاع فلوس، لكن انا القصد نتاعي المشكله مش ما تعنيش الفلوس انا ما نحكيش عليها، هي ان اللاعب وقت يهبط راه ما عادش يفكر في الفلوس. انا عشت ملاعب ونعرف مهما كانت الوضعيه باش يعطي كل شيء، والسيونس دونترينمون تاعنا اللي احسن وافضل باقي لي سيونس دونترينمون تاعنا كلهم ما صارت لي فيهم حتى مشكله بوندون ان موا ايدمي وقت اللي حكيتك اللي فما ناس تجي في الجور بيك من غير فطور، فهمني؟ لما انا صعيبه برشا فور اكزومبل، فهمتني؟ وسير بلون كوره تكنيك انا وقت اللي نحكي وقت اللي شويه اوفونسيف على خاطر حتى في الكونسيرفاسيون وقت يبدا عندي الكوره نبدا في حاله دفاعيه بالنسبه لي خاطر اللي ما بيناتنا كوره هي هذا كلاش نركز من الشكل في فيلوزوفي جو بالنسبه لفلسفتي انا ماذا بيا الكوره عندي، فهمتني؟ اذا كان ما نمشوش البروفوندور ان نحتفظوا بالكوره هذه يلزمها شنو؟ يلزمها ستاسيون صحيح، يلزمها تكنيك انديفيديوال كبيره ويلزمها فون دو جو كبير ويلزم كارتي جوار. هذا عملته في الليغ دو مع زرجيس وقت طلعت في البراج رغم انها لعبت معنا ستاد تونيزيان وقتها موافق كذا، ما تنجمش تعملوا في لو نيفو معنا في الليغ 1 في تونس اذا كان كارتي جوار نفس الظروف اكزاكتومون خاصه ستاسيون. انا عندي مشكله قعدت نلوج على على تاكوم انا تو موا ايدمي، فهمتني؟ دون لابسونس كيما حكيت لك محمد عسكري وزياد العونلي والظهير الايمن من قائد الفريق، فهمتني؟ معناها مع انك ما عندكش الاجانب اللي يعملوا الفرق بكلهم، عندك تقريبا ملاعبي على خمسه ولا اربعه معناها، فهمت؟ والسانكيان ما جربتوش مازال ما جربتوش، دونك سي سا هذيك هي الفكره. والفكره الثانيه منير قلتها لك نتاع التكوين اللوطة الون تيرم هذا سي تري سي تري امبورتون بالنسبه احنا ما ثم حتى جمعيه في تونس، شوف ما ثم حتى جمعيه في تونس يرى كلها تابعه بعضها، معناها اذا كانت تحب الصيف كلها تابعه الدوله تابعه في بعضها من قبل 60 عام كلها تابعه بعضها، ما ثمش استراتيجيه حتى ليتوال
وقت سيطرت على 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 السونتر دي فورماسيون مدة 10 سنوات واكثر جمعية نجم تقول معناها انجبت لاعبين ما نستثمر حتى خارج تونس وكل شيء، لكن الترجي التونسي النادي الافريقي النادي الصفاقسي راهم هما اللي مغذيين الشامبيونا في تونس. راه لو تشوف اللاعبين تاع الترجي التونسي في في على مستوى الجمهوريه بار اكزومبل اللي ما لعبوش في الاسبرانس نحكي لك هما اللي عملوا في الديفرنس البرة، لكن رغم هذا حتى هما انا عشت انا الظروف هذه مع مع برشا فرق كبيره، رغم انا رغم ذلك انا ظروفهم في البارك صعيبه، رغم ان ما فهمش توتان بروجي صحيح، فماش بروجرام صحيح، ما فماش اورجانيغرام صحيح حتى على مستوى الاداره وكذا، ديما ثم مشاكل، لكن هذاك هو الكره محترف، انا الكره تنجم تخلق صحيح. حتى من لا شيء الموهبه. احنا انا مثل سنه في تطاوين كنت انا وطلعت من ارير جوش واكسيال من 2007 2008 انا فهمتني بدينا في الخدمه ذيك حتى على مستوى الاكابر ولا انا وقتي ما عندكش مشكله تطلع 2007 المره ذي الاسبيرونس ما شاء الله عمل لا ديفيرونس كونتر الزيزه انا فهمتني ماشي انا فهمت تنجم تلقى انا تورجيه كذاك عينك انت فهمتني يعطيك الصحه شكرا لك سي مونين على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله في بقيه مسيرتك التدريبيه. هكا نوصل نهايه الحصه نتاعنا اليوم فقط قبل ما نكملوا اعطيكم نتائج السونداج. تقريبا 600 شخص شاركوا فيه، 54% يتوقعوا فوز للمنتخب التونسي اليوم، 23% تعادل زيد وحيد و 23% هزيمه 1% زيد. انا متفائل الحق بربح اليوم وباش نحسموا الانتصار. يعطيك الصحه سي علي الكعبي شكرا لك. شكرا حسن الغربي بارك الله فيك، ايضا سي يعطيك الصحة لحضوركم معنا، وأيضا ذكر الوقت يشكر الكل في الريجي. أجمل تحيات إسلام المدب.